ومش اجا بين سانتي الزيادة من جسمي، يعني انا صرت مني شريفة وبلا اخلاق وقليلة الادب. شو جسم، شو ايه جمال، ايه شو اخلاق، شو صيت، ايه ماريو كل اللي ناموا معه بيشكروا فيها. ومش اذا انا بنت شكلي حلو وسكسي، يعني انا بنت ارهد دماغي فاضي، لا في يكون ذكية ومعلمة وبفهم وعميقة وحرباية بالدفاع عن حالي، انا راقصة بس بشرفي وقوية مع اني شكلي حسب ما بشوفه البعض والمعظم العالم ما بين شي، يعني ما بشكي من شي. شو بدي بحكي العالم؟ العالم تضل تحكي لو شو ما سويت لك يقبرني البلدي. واذا انا طلع بعمل سبور وعم بعمل يوغا وعم بعملكم اكزرسيس صعب وعم عشان اقضي وقت وعشان خفف عنكم شوي بهيدا العزلة اللي قاعدين لوحدنا، وازرع طاقة ايجابية وعلم شوي العالم يطلعوا من هالكآبة اللي قاعدين فيها وما يخلوا هيدا وقت الكارانتين يسيطر عليهم ويدمرهم نفسيا. ولا هالشوفة ولا والحشان، احنا ما عرفانين الله وين حاططنا، ما عرفانين شو صاير بدنا. عم بعمل هيدا الشيء كواجب انساني لحتى رفه عنكم ورفه عن حالي ورفه عن العالم يلي واصل لمرحلة من الانتحار قد ما مش عم عارفين شي يعملوه بالبيت، ما نون معودين. عليكي وحدي بلا شرف انتي. سو اذا انا عملت هيك مش يعني انه انا بنت ترى عم بعمل سبور لانه انا وحدي بلا اخلاق وعم فرجيكم جسمي. سوري اذا جسمي سكسي ما فيني اخبي انه انا، يمكن الناس بتشوفني انه انا عم بطلع عريانه، بس ما في حدا بيتجرأ يلمس شعره. شفتي شعره؟ ما بيقدر يلمسها، مش عارف، مستحيل.